العدل في النار هم بعضهم. طلع جعودة يوم النار قال بنا محمود شمدان هو طبعا يتكلم يستفت في الكلام في السيف لما يجي التطوير ما بيش فضاح في بعض السيف لما يجي من الجمال بس ترجع وين في فضح لا استشار لذا هم ممتاز وين تشتغل هذا الجيني كم تقول لي عرق جميل لا مش عارف.